كنت قاعد هون هلا قبل ما يكونوا هون كنت قاعد هون خلصت سمعنا اول صدى عم بفتح الباب كان طلع هذاك الدم هيدا هذاك الدم هون قشط علي هيك ووعدتهم رايح هيك على المطبخ وطلع الصوت كله ما حدا عارف شي بشي غمضت عيوني فتحت لقيت كل شي مدمر حسون صوت ما فيه يقعد بالبيت وتفرجوا على التيفي شو عم بصير ببلدي لاخواتي للعالم اللي انجرحت اللي اتدمرت هو اخواتنا هو بلدنا هو نحن بيروت شو؟ الأمن البيروت ليك شو عملوا بأمنا؟ ليك شو عملوا بأمنا؟